واحد من المواقع اللي نفذتها شركة اللمسة الواحدة للمقاولات اللي هي جزء من مجموعة شركات اللمسة الهندسية، خلاص بعون الله ونفذنا سلمنا للمالك. وياكم نسرين مهندسة معمارية أشتغل ضمن الكادر التصميمي للشركة، وأنا كلش متحمسة حتى تشوفون البيت. بالنسبة للواجهة، تصميم الواجهة مودرن، من التحديات اللي كانت موجودة ضمن التصميم هي أنه عندنا كتلة المصعد كتلة كبيرة صايرة بالوجه، فاختارينا أنه تكون تصميم مودرن بسيط بشكل يتناسب ويا المتطلبات. بالنسبة لمواد الإنهاء، استعملنا بالواجهة نوعين من مادة الإنهاء. أول شيء عندنا اللي هو الصبغ واللبخ، صبغ نوعية خارجية يتلائم ويا الظروف الجوية مقاوم إلها. النوعية الثانية من مادة الإنهاء هي البورسلين الفرانتك. الفرانتك بورسلين خاص للواجهات، طريقة التثبيت مالته هي طريقة تثبيت ميكانيكية على شبكة، يعني هو مو البورسلين العادي اللي يستعمل بطريقة اللصق. هاي طريقة التثبيت الميكانيكية تضمن انه قطع البورسلين هاي تبقى ثابتة بمكانها وما توقع وتتساقط ولا تخرب لنا شكل الواجهة بعدين. احنا هسه بالمدخل، والشيء اللي ساعد انه يكون البيت على 3 طوابق هو تسهيل الحركة بواسطة المصعد. هذا المصعد راح يساعد الضيوف مباشرة الى غرفة الاستقبال اللي صايرة بالطابق الاول، هي وكامل ملحقاتها من حمام ضيوف وما شابه. هذا المصعد من تنفيذ شركة سرد للمصاعد. يجي وراء غرفة الهول. الهول روح البيت، مطل على الحديقة الداخلية، مطل على الكورت. مثل ما تشوفون هو نفح، استعملنا بالتصميم ألواح جبسون بورد، والشيء البارز عندنا هو الاستعمال الخشب. الخشب اللي استعملناه هو خشب طبيعي جام مغلف بطبقة من القشرة، قشرة خشب السنديان طبيعية. بالنسبة للإنارات، ثبتنا بالسقف الثانوي، استعملنا سبوتات، استعملنا ماغنتيك لايت، واستعملنا إنارة مخفية اللي هي تطل على الحيط الرئيسي عندنا بالتصميم، حتى ننطي اختيارات متعددة للزبون مالك البيت يشغل الإنارة اللي تناسبه حسب المناسبة اللي تصير بالفضاء. وأكيد ما راح ننسى الجزء اللي هو يعزل بين غرفة الهول وجزء المدخل، صار جزء ديكور خشبي برفوف بسيطة كنوع من العزل بين المدخل والهول. ما راح ننسى انه التصاميم والديكورات الانهاءات كلها صارت من قبل شركة اللمسة الانيقة للمطابخ والديكور اللي هي ايضا جزء من مجموعة شركات لمسة الهندسية. وصلنا للكورت اللي هو الحديقة الداخلية. بالنسبة لهذا البيت نقدر نعتبره مثل روح البيت، لانه بالخريطة كان له دور كلش رئيسي. هذا الكورت اللي هو حديقة داخلية كبيرة تسلطت عليه الفضاءات الرئيسية اللي هي الفضاءات غرفة المعيشة والمطبخ. مثل ما تشوفون الإطلالة واضحة وكبيرة كأنما هو جزء من البيت باستعمال الأبواب السلايد الزجاجية. هاي الحديقة صار تنفيذ مالتها من قبل فيج لمسة نبات اللي هي هم جزء من المجموعة الهندسية. تنفيذ مالتها بسيط وحلو، سووا سندانة من البناء. هاي السندانة بناء مصبوغة من الخارج أصباغ مقاومة للرطوبة، ومن الداخل أيضا معالجة بمواد مانعة للرطوبة. استعملوا نوعيتين من المصافي، أول شيء عندنا حجر وثاني شيء عندنا تربة خاصة. المجاري التسليك مالتها ربط ويا المجاري. استعملوا خشب طبيعي هنا حتى يكون مصطبة بسيطة للقعدة، النبات طبيعي، الخشب بالأركان طبيعي حتى يغطي أعمدة كانت موجودة من ضمن البناء، وثبتوا خشب بالسقفية حتى ينزلوا من عنده إنارة تنور المكان. هذا المكان كله نظيف ومحافظين عليه باستعمال سكاي لايت فوق بالسقف. السكاي لايت راح يحافظ كلش على نظافة المكان، يمنع انه يفوت تراب، يمنع انه يفوت مطر او حشرات، بحيث يخلي المكان انه سهل استعماله وسهل الحركة له كأنما جزء من البيت. الممر اللي يوصل بين الهول وبين المطبخ، يمكن ما راح تحسوا ممر لانه مثل ما تشوفون نفه، هو مطل منا على الحديقة الداخلية. وبالتصميم احنا استعملنا بالجبسون بورد بروفايلات إنارة مقسمة بالطريقة العرضية حتى تنطي إيحاء انه الممر اعرض مما هو عليه. الإنارة اللي استعملناها إنارة البروفايلات، إنارة سبوتات، وإنارة داخلية مخفية. المطبخ مثل ما تشوفون تصميمه جدا بسيط وجدا أنيق. الألوان مالته ألوان حيادية وألوان خشبية اللي هي ويا نفس التيمة مال المكان. حتى نحافظ على النفاهية اللي موجودة بباقي البيت بمنطقة الدرج، اختارينا انه يكون الدرج التصميم مالته مو كونكريت. التصميم مالته اختارينا انه يكون تصميم خفيف باستعمال الخشب الطبيعي والحديد. مثل ما تشوفون
صار عبارة عن بايات خشبية خشب طبيعي مثبتين بالداخل مالتها إنارات بروفايل للذات كلها مثبتة على هيكل حديدي. بالنسبة للمحجر، محجر حديدي خارجي منها نعطينا الشكل، ومن الداخل أكو قبضة خشبية. زون النوم، زون النوم هي منطقة متكاملة بها غرفة النوم، بها دريسنج روم اللي هي غرفة التبديل، وبها حمام الغرفة الماستر، مطلين على منور صغير همين معتبري كأنما حديقة داخلية. غرفة النوم دائما تكون الديكورات مالتها كلش بسيطة بالاعتماد على انه منطقة هادئة، الالوان كلش هادئة مثل الوان باقي البيت، والتصميم مختصر على وجود البوكس المفتر بالسقف. اكيد انطينا اختيارات مختلفة من ناحية الانارة، انارة سبوتات وانارة مخفية وانارة معلقة تنطينا شكل ديكوري كلش حلو. الشيء الحلو بهذا البيت هي انه اكو ثيمة كاملة ممتدة على طول البيت، حتى بهذا المنور الصغير اللي هي مطلة عليه غرفة النوم لاحظوا وجود الالوان نفسها، المواد نفسها مثل باقي البيت. استعملوا بالتغليف البورسلين اللي لونه رصاصي والارضية الخشبية حالها حال باقي البيت، ومثل ما تلاحظون اكيد هو متروس زرع نبات طبيعي. صعدنا بالمصعد للطابق الاول، الطابق الاول بغرفة الاستقبال. هنا الحمام مالتها حمام الضيوف، ميز الطعام الخاص بالضيوف والتخم مالتهم. صاحبة البيت حبت انه تكون غرفة الاستقبال مميزة عن باقي البيت، حبت انه تنطيها رقي وفخامة اكثر، واختارت انه يكون التصميم مالتها تصميم كلاسيكي، لكن حافظنا على موضوع البساطة وانه يكون لون واحد. مثل ما تشوفون استعملنا سحبات الفوم على طول الجدران، سحبات بسيطة مستطيل واحد، وميزنا جدار واحد اللي هي صار بي السحبات نسبتها اكبر، ضفنا لها تفاصيل اكثر، وسلطنا عليها الاناره المخفيه اللي جايه من السقف حتى يبين الحائط هذا اكثر. بالنسبه للاناره اعتمدنا على تريات كلاسيكيه حلوه، وباقي المكان كليته لطيف نفس الهدوء والبساطه اللي موجوده بباقي البيت. زون النوم من الطابق الارضي نفسه صعد فوق للطابق الاول، مع وجود فرق هي انه حطينا عوازل حراريه بالجدران وبالسقف. العوازل الحرارية فائدتها انه تخلي التبادل الحراري بين داخل الغرفة وخارجها اقل ما يمكن، بالتالي احنا راح نستخدم كهرباء اقل راح تنصرف على التبريد والتدفئة مال المكان. من المميزات اللي استعملناها في هذا البيت هي التدفئة عن طريق الشوفاج. الشوفاج طريقة كلش حلوة وعملية بها ممكن نستغني عن التدفئة بالصوفات ومخاطر الصوفات. طريقة العمل مالتها هي انه يجي المي الحار عن طريق انابيب مثبتة بالحائط، يمتد الى وحدات من عندها راح تشع الحرارة. استعملنا الشوفاج بمساعدة شركة سيجما لخدمات البناء. أأكد على انه البواري مالتها تتسلك بالحائط مو بالارضيات، لانه في حالة كونها بالارضيات المي الحار راح يسبب تمدد وتقلص يؤثر على الكونكريت مال الصبة، وبالتالي راح يأثر على الارضيات اللي راح نستعملها تتفطر. بمناسبة الحديث عن الارضيات، الأرضيات مال البيت هي أرضيات بورسلين القياس مالتها 60x120، لصقت لصق على صبة سكريد. لمزيد من المعلومات وإذا عندكم أي استفسار تفضلوا زورونا بموقع الشركة أو تواصلوا ويانا على مواقع التواصل الاجتماعي.